دائما بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة بتكريم شرطيات وممثلات وكذا صحفيات في حفل شهد تكريم كذلك الزميلة زهرة الأحلام شواربية من تلفزيون النهار التي مثلت صحفيات المجمع. التغطية كانت للزميلة ليليا داود. ندعو كل من السيد رئيس أشكر مصالح أمن الجزائر، أمن ولاية الجزائر على هذا التكريم، تكريم خص كل الزميلات الصحفيات. بدوري كذلك أحيي كل زوجة، كل أم، كل أخت، كل صديقة بعيدها العالمي. أحيي المرأة التي قدمت ولا تزال تقدم لهذا العالم. تحية من أيضا لكل الزميلات العاملات في تلفزيون النهار، كل عام وأنتن بألف خير. بمناسبة 8 مارس أحيي كل المرأة الجزائرية على بهذا اليوم السعيد، وأهني أيضا مديرية أمن ولاية الجزائر على هذا التكريم التي حظيت فيه المرأة الجزائرية بمختلف شرائحها بما فيها المرأة الصحفية الإعلامية.